بسألك سؤال اللي الآن الناس تسأل عنه كثير ويبغون تجاوبين فيه بصراحة. لما أنت اعتنقت الإسلام إيش كان السبب الرئيس؟ إيش كانت القصة بالتفصيل؟ متى وكيف؟ وإيش تأثيراتها الإيجابية والسلبية عليك أسريا وشخصيا؟ هذه بدأ قاعدة مضبوطة. حبيت الصورة. شوف أنا اعتنقت الإسلام أول شيء لأنه ارتبطت بزوج مسلم أكيد بالبداية. كنت مقتنعة بس بعد وفاة أمي الله يرحمها تعمقت أكثر بالدين الإسلامي على طول. يعني أمي توفت من هون ما في تقريبا أسبوعين وسائبت كان رمضان، فبدأت بالصيام، بدأت بالصلاة. في ناس بوجه لهم طبعا تحية لهم كان الفضل بعد رب العالمين أنه كيف علموني كيف صلي كيف أقرأ قرآن كيف تعمق بالدين. فسبحان الله من الله، مع أنه كان في كتير ناس حوالي يقولوا لي ديانا أنت تزوجتي مسلم لازم تبلش تصلي، فأنه رجاء ما حدا يتدخل. فأنا دائما بقول هدايا من رب العالمين، مع احترامي لكل الأديان ولكل الطوائف دائما بقولها، بس هذا الشيء من رب العالمين. يعني إيماني بالدين الإسلامي وقناعتي أنه هذا الدين الصح من رب العالمين الحمد لله. إذن وفاة الوالدة كانت هي النقطة الحاسمة في الموضوع، نقطة تحول بعتبرها. متصالحة مع نفسك الحين، مرتاحة أكثر؟ طبعا. طيب كثير في اتصال مع كل الاحترام أكيد طبعا، بس احنا نحترم كل هذا يعني. لكن الطريق اللي أنا شفته صح بحياتي، يمكن لأنه أنا عشت دينين مختلفين. نعم.